اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، وانا التقيكم في حلقه جديده من برنامج شاهد وشواهد، وضيفي وضيفكم في هذا المشوار الكاتب والباحث السياسي المعروف الاستاذ وليد الزبيدي. في حلقات عديده ماضيه كنا نتحدث عن ما جرى في العراق في ظل الاحتلال منذ عام 2003 حتى وقتنا الحالي. في الحلقات الماضيه مثل ما قلنا تحدث الاستاذ وليد عن الأوضاع السياسية بشكل عام، الأوضاع الاجتماعية، أوضاع البلد الاقتصادية، وتحدث عن المقاومة بشكل مسهب، حدد رؤيته في هذه القضية. تحدثنا عن مؤتمر القاهرة للمصالحة، ما كان يسمى بالمصالحة وما كانت الغايات منه. تحدثنا عن ما هو المطلوب، وكان حديثنا في الحلقة الماضية عن عام 2006 عام حقيقة فيه أحداث كبيرة كانت مفصلية في حياة العراقيين وفي تاريخ الاحتلال الأمريكي للعراق. في عام 2006 جرى تفجير المرقدين في شهر شباط، جرى تشكيل الصحوات، القتل، الجثث والاختطاف، كلها عمليات ما يسمى بالحرب الطائفية بدأت في ذلك الوقت. مجاميع تهجم على مجاميع أخرى، قضية كانت كبيرة، كانت تستهدف المقاومة بالصحوات بشكل كبير جدا. الأمريكان كانوا في مأزق كبير. في هذه الحلقة نستكمل حديثنا إن شاء الله، ودعوني أولا أرحب بضيفي وضيفكم الأستاذ وليد الزبيدي. أهلا ومرحبا بك أستاذ وليد. أهلا ومرحبا، حياكم الله. حياكم الله. في عام 2006 مثل ما قلت في المقدمة وفي الحلقة الماضية كنا نتحدث عن هذا الموضوع، كان يعني عام مفصلي، عام له يعني ملامح ربما أسست لما بعدها. كانت أعداد الجثث بكثرة في الشوارع، القتل قد ازداد، ما كان يسمى باستخبارات الشرطة أو هكذا كانوا أجهزة الشرطة تمارس القتل مثل ما تمارسه العصابات، شكلت ميليشيات، جاء يعني رجال أمريكان وحدثتنا عن نيجروبونتي وغيره لتشكيل هذه الميليشيات، بدأت تعمل على الساحة بشكل واضح جدا. عمليات الخطف قد زادت، ومنها عملية خطفك حضرتك أنت أيضا في الشهر الثالث عام 2006. نعم. ما الذي جرى في هذه العملية؟ يمكن ربما بعدها بشهور اضطريت إلى أن تغادر العراق وتأخذ عائلتك وتخرج خارج العراق. ما الذي جرى؟ لماذا اختطفت حضرتك؟ وكيف جرت عملية الاختطاف؟ إكمال اللي تفضلت به عن 2006، حقيقة 2006 كان مطلوب أمريكيا وكل أطراف المستفيدة من العملية السياسية أن يتم إفراغ البلد باتجاهين، أما بالهجرة والاعتقالات أو بزرع الرعب في قلوب الناس. نعم. ولهذا أذكر كان الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل يظهر في قناة الجزيرة في اليوم الأخير من كل عام. نعم. ويستشرف العام المقبل، وبرؤيته الواسعة وقراءات المستقبلية يحدد بؤر الصراع وماذا سيحصل. فقال بالنسبة للعراق في نهاية عام 2005 هذه، نعم، قال عام 2006 في العراق هذا عام الرعب، وكان يقرأ أنه أمريكا من منطلق أنه أمريكا أجرت عمليات سياسية وفعاليات سياسية نستطيع أن نقول ذكرناها ثلاثة، اللي هي انتخابات ودستور، انتخابات الأولى، ومستعجلة أمريكا بترسيخ هذا العمل. نعم. واحد من وسائل الترسيخ أنه إثارة الرعب عند الآخرين، فكان كل شيء محسوب، يعني الجثث، التعذيب، التشويه، التفجيرات، كل هذا كان محسوب لأن يصبح العراق بلد مرعوب بهالشكل هذا. فحصل كل الذي حصل، وكما تعرف حضرتك وهذا مسجل في التاريخ أيضا وفي ذاكرة العراقيين. قصة الاختطاف أنا أتحدث عنها ليست لأنها شخصية أبدا، كانت تمثل كثير من العراقيين، كثير من العراقيين تعرضوا لهذا الأمر، وربما يعني أنا استطعت أن أتلمس بعض الجوانب في هذا يعني الاختطاف، ولم يكن اختطاف كما يشاع للابتزاز. نعم. كانت هناك أهداف من وراء الاختطاف والجهات التي تختطف. فعندما أروي هذه القصة يعني أرويها لأنه فيها بعض الاستكشافات. نعم.
وكان يوم 27/3/2006 كنا متوجهين إلى دمشق، كانت موجهة لي دعوة من وزارة الإعلام السورية لإلقاء محاضرة في دمشق عن الاحتلال طبعا والمقاومة، وكان معي الإعلامي السوري المعروف الأستاذ زياد النجد. نعم. هو كان مراسل التلفزيون السوري في وكالة سانة في بغداد، فكان محجوز عندنا على الطائرة. ذهبنا إلى المطار وجدنا فوضى الصباح، يعني الفائضين عن الرحلة 80 واحد. نعم. والمحاضرة كانت اليوم الثاني 28، فاضطرينا يعني قبل الظهر أن نأخذ سيارة ونذهب بالطريق البري. نعم. وكانت الأمور سيئة. فكنا اثنين فقط، يعني عبرنا مدينة الرمادي. نعم. منطقة اسمها مفرق هيت، وإذا بسيارتين يعني بها مسلحين، أمره السائق توقف على صفحة وفجأة يعني بسرعة صعدوا، واحد دفع السائق واحد يسوق. فالإيحاء الأول أنه هذا الشخص شايل رشاش يعني كلاشينكوف وجه علينا، قال أخاف شيء لا أخلاقي في هواتفكم نظفوها، يعني لأنه الحجي راح يشوف. هذا الإيحاء أن هم جهة إسلامية. نعم. وجهة إسلامية يعني مقاومة في ذلك الوقت. في ذلك. يعني ما عندنا شيء، إحنا مطمئنين من هذا الجانب. بعدها قال يعني لكس روسكم تحت. نعم. المهم بعد مسافة وصلنا لمنطقة فيها بساتين، نزلونا من هاي السيارة ووضعونا في صندوق سيارة بي ام. نعم. والمشكلة انه كانت عيونكم ما معصوبة بالبداية؟ لا ما. نعم. المشكلة انه زميلي استاذ زياد شوي متروس ايضا، وهاي الصندوق ضيق، فهاي اول مشكلة كانت. نعم. عموما من مشينا سمعنا طلقة، احنا توقعنا قتله والسائق، لان من نزلنا سمعناه يقولوا لا التشيعي لو سني. فتكرر انت شيعي شيعي، فحقيقة تألمنا لانه يعني هذا كان يعني قبل شوية يعني. المهم رحنا نقلونا الى مكان اخر، مكان اقرب الى يعني بيوت عفوا الحيوانات البقرة. نعم. مبني من بلوك ولبن، فشدوا ودينا طبعا. طبعا ما تعرفون السيارات رجعت أم اتجهت، يعني كملت مسيرها أم دخلت بالصحراء أو وين ذهبت؟ ما نعرف، لأنه يعني هم يعني تجولوا في مناطق يعني شوارع ترابية. ف عملوا يعني شيء فني واضح مدربين عليه، ضربونا على أذاننا ضربة مدروسة بحيث أذاننا ظلت مشوشة السمع ما نسمع بها بشكل جيد، ودفعونا على الأرض بها حصو يعني مو مبلطة عموما، وشادين إيدينا وعيوننا شاديها أيضا. خلاص احنا يعني استسلمنا للأمر الواقع. شيء بعد ثلث ساعة دخل واحد علينا، نسمع الباب ينفتح، من يطلع ينسد ومن يطوب يفتح ويدخل وأيضا يسده. فأنا تكلمت وياه قلت له أخي احنا يعني دينا مشدودة وإحنا في هالمكان، أشعر أنه عيوننا يعني مؤلمة، يعني فعلا شيء كلش مؤلم والعيون كثير مشدودة. فقال خلي أروح أسأل الحجي خابره قضية من الحجي ما ندري. راح ورا شوية قال راح أفتح عيونكم، بس من يطبخ يدخل أحد سمعون الباب يريد ينفتح يكون وجوهكم على الحائط. حاضر، إحنا هذا منجز بالنسبة لنا. فعلا فتح عيوننا وطبعا هو ملثم، فبقينا بعدين بدأوا يحققون ويانا يعني.
تحقيق انت وين ايش تشتغل ما اعرف ايش يعني تشتغلون يا الامريكان يا لا احنا ثنيناتنا معروفين يعني ما يحتاج. بعدين سألني هذا قال لي انت سني لو شيعي؟ فجاوبت الجواب التالي قلت له والله انا سألت هذا السؤال ولم اجيب ولا مره واحده بس لا اليوم راح اجاوب يعني اخاف اكو توجهات طائفيه لانه قضيه موت اصبحت وهذول اذا عندهم هيك قناعات ممكن ان يفعلوا اي شيء. فعموما بعدين ورا يمكن ساعة ساعتين اجى هذا الشخص قال الحجي يعتذر منكم وانتم معروفين يعني انا اعتقدت تصوري انه واحد من فصائل المقاومة ذولا بالبداية بهذا الظرف. ولكن من فتحوا عيوننا صار عندي شك انه حجي ها ذكر قال راح نحيلكم هاي بالبدايه المحكمه الشرعيه. المحكمه الشرعيه معروف انها عند الفصائل الجهاديه السلفيه وبعض الفصائل الاسلاميه العراقيه نسمع انه عندهم ما يسمى بالمحكمه الشرعيه. اذا يعني اذا كان هذا او هذا اسلامي محكمه شرعيه وحجي فتحوا عيوننا كان الدنيا بعد الظهر. أول شيء لاحظت حفرة موجودة مو حفرة عفوا سطل موجود بالغرفة بالمكان. فقلت له قلت له أستاذ زياد هاي شنو تعرف؟ قال لي لا شو عرفني اللهجة السورية. قلت له هاي الخلاء اللي راح نستخدمه. يا لا يا زلمة قلت له لا أنا أقول لك بس هاي شنو دلالته بالنسبة لي؟ الإسلاميين يعني ممكن يحفر حفرة للقضاء الحاجة بس يرفضون التبول وقوفا. نعم يعني معروف هذا بس أنا ما أقدر أتحدث الزيادة. الأمر الثاني صارت صلاة العصر يعني ما قالوا أن أحد يصلي أو لا. المغرب أيضا ما حس أن بالعكس اجوا سئلوا قالوا من يدخن؟ زياد قال دخن. قالوا ما انا عندي بالجمطه جابوا له جلوس سيجاير وانطوا. فهنا صار تناقض بالامر يعني. المهم الليل اجى الليل اظلم طبعا المكان فقالوا راح يجي الحج يسلم عليكم. لا بل الحمد لله العشرة تقريبا اجى هذا الشخص قال يعتذر الحج لانه عنده عملية هجوم على القوات الامريكية ان شاء الله. أنا باقي املي انه الحجي راح يصلي الفجر ويجي يطلعنا. فش احسب اني اذا طلعنا الفجر نطلع الشارع شوف لنا سيارة اني اوصل قبل المحاضرة بساعة بساعتين محاضرة بالسبعة المغرب. نعم المهم ما اجل الصبح ها بالليل جابونا تمر ولبن يعني بالعشاء وشوي رز. هذا مؤشر اخر انه الاسلاميين يعني عندهم معتقد وقناعه انه بالليل التمر يفسد المعده. نعم يستعيضون عنه بالرمان. فاستحضرها اني اكو تناقض يعني عموما ثاني يوم تغيرت اللهجه يعني تغيرت لانه الحجي ما اجى. انا بديت اشك انه الامر مختلف. طبعا المكان احنا المكان قريب على قاعده امريكيه تنزل به طيارات تعرض بالاول يوم الى 3 هجمات. تسمعون الانفجارات وكذا اي يعني نعم. المنطقة حددتها أنا من خلال عدد الجوامع اللي بيها لأن ما أعرف المنطقة اللي إحنا بيها. فعموما ثاني يوم اللهجة تغيرت إلى المغرب. فالمغرب فتح الباب دخل شخص هالمرة كانت إيدينا مشدودة للأمام هالمرة شدوها لورا وشدوا عيوننا بقوة جدا. بعدين سمعنا شخص آخر دخل فإحنا جالسين على ركبنا يعني على الحائط. ف
ساكت، بعدين سحب أقسام مسدس وقال صدر قرار المحكمة الشرعية بإعدامكم. يعني ما من إلا يعني كل واحد استعجل أدى الشهادة يعني. نعم. لأنه خلص بعد وسكت، ما أعرف إيش قد سكت يعني دقيقة ثلاث دقائق، لأنه ما تقدر تحسب، تستحور أمور كثيرة بذاك الوقت. بعدين قال منو العراقي؟ قلت له نعم. منو السوري؟ قال نعم. قال أما إعدام أو كل واحد يدفع 25 شدة يعني ربع مليون دولار. يعني أنا شعرت أكون فراج، يعني القضية قضية فلوس أصبحت. فقال له شو تقول أنت السوري؟ قال له والله سيدي يعني $1,000 ما عندي. وفعلا الرجل أعرف يعني. قال له الآن أنت نعطيك للتشلاب عفوا، ورا ما تخلص عليك عود نعدمك. أنت شو تقول العراقي؟ وطبعا بلغة حادة وبها غلط أيضا يعني. قلت له أنتوا كل المعلومات أخذتوها عنا يعني، فتعرفون. قلت أنا أحكي لك الصحيح يعني، أحكي لك الصحيح باللهجة العراقية. أنه أنا ما عندي سوى سيارة أعتقد سعرها 70 ورقة بالبيت، ومخلي يمكن 22 ورقة بالبيت مصرف، وزوجتي عندها ذهب بقدر أجمعها كلها يجوز تسوي لك 3 دفاتر. قال شو تضحك علينا بالنص هذا؟ لا نعدمك. المهم حوار صار طويل، يمكن طول نص ساعة، توصلنا أنه 50,000 دولار نعطيهم و... يطلقون صراحكم. هذا بس وياي الحديث، هم أستاذ زياد قرروا يعدموه. فمن اتفقت يعني بذاك الظرف، عاد قلت له عندي شرط واحد. قال شنو الشرط؟ أو ماكو شروط؟ قلت له لا. قلت له هذا اللي أنا أقدر أدبره، وما أعرف راح أداين يعني. الناس ما ينطون الواحد مخطوف دين لأنه ينقتل على أغلب، فراح أكلف أهلي يداينون أصدقائي إذا دبر المبلغ. حددونا ثاني يوم لوحدة. فهذا عني وعن صديقي أستاذ زياد. قال لي ما لك علاقة بي؟ قلت له والله هي كلام اتفاق، أنا ما أتصل بأحد إذا ما تنطيني كلام عهد وشرف أنه هذه عني وعن صديقي. بعد جدال طويل وافق، ورا ما وافق بعدين أخذني مشدودة عيني وراد رقم، طلعت رقم زوجتي واتصلت بها من ثريا عندهم. وطبعا أهلي صار يومين ما يعرفون، مخطوف ومختفي، وتدري بذاك الظرف اللي نعم. يعني ظرف صعب جدا كان نعم. أي طبعا تفاجأت. فأنا قلت لها لا ماكو شيء يعني، خطار عند عمامك. فهو انزعج يعني، قلت لها تنطيها إشارة. المهم قلت لها لا ماكو شيء، بس اتصلي بفلان وفلان يمكن 4 أو 5 من أصدقائي. المطلوب باكر يعني في حدود ساعة واحدة يكون مجمعين 5 دفاتر، وقول لهم الله كريم إن شاء الله نرجع لهم إياه. وانتهى. عاد بدأ يوجهون، إذا اتصلوا بشرطة كذا كذا إحنا راح نتصل بيهم. إحنا ما عندنا، ما حد يتصل بشرطة. المهم ثاني يوم راحوا وبطريقة محكمة طبعا يعني، بعدين حكوا لي أنه طريقة استخبارية يعني، مدربين تدريب أمني عالي جدا. شلون استدرجوهم؟ رادوا رجل ومرأة وطفل وياهم بالسيارة، وياهم ثريا معبأة $100 وموبايل. فظلوا من منطقة لمنطقة يحركوهم، بعدين قالوا لهم اطلعوا باتجاه أبو غريب. فوصلوا وين بالسجن أبو غريب، كان لسوق السيارة عديلي المحامي الدكتور يحيى الدليمي. فأخير شيء قالوا بعد يعني ما أقدر أخرج بعد أبعد، فوضعوا الفلوس بكارتون مع الكلينكس فاين الـ5 دفاتر، قالوا ارموا على الرصيف. هم وراهم يشوفوهم
فأجوا واخذوا رجعوا علي نعاد أطلقوا سراحنا نفس الطريق يعني أخذونا هم بالصندوق وصلونا للشارع وانتهى هذا الفصل من المهم الاستنتاج أن هم أكدوا على قضية أنه هم جهة سنية تقتل شيعة بهالشكل هذا من قال يعني أوحون أنهم قتلوا السائق لأنه شيعي تبين لاحقا اتصلنا بالشركة السائق راجع ما حد ماسه ما حد ماسه بشيء فكانوا هم حقيقة حتى عندهم يعني ترتيبات مع سواق يبدو أو مرغموهم للتعاون وياهم وهكذا بهالشكل يعني هاي واحدة من قصص أكيد آلاف العراقيين كانت عندهم قصص أكثر مأساوية من هذا اللي صار. طيب كانت متابعات من قوى معينة لحضرتك أنت تظهر في كل مكان في يعني على الفضائيات وأكيد انتشر خبر اختطافك وإطلاق سراحك صار يعني اتصال بحضرتك من جهات معينة من إيه هذا حقيقة يعني صار اتصال لأنه أولا الجزيرة والعربية جابوا عاجل إطلاق السراح والفضائية يعني الوكالات أيضا نشرتها ونشر أنه أنا دفعت فدية 50 أنت عدت إلى بغداد أنا إلى بغداد الأهلي وزياد راح إلى سوريا نعم فبعد أسبوع من الحادث اتصل بي مدير مكتب السيد مقتدى الصدر نعم في وقت سيد جليل وقال لي ترى السيد اليوم يلا سمع بالخبر طيب ما علاقتك بهم انت نعم هسه نعم السيد مقتدى اليوم يلا سمع بالخبر والحمد لله على السلامة وكلفني انه اسلم عليك و50,000 دولار اللي دفعتها الفدية السيد راح يدفع حقيقة يعني موقف هذا يعني أنا أذكره يعني في ذلك الظرف فشكرته طبعا أشكرك وسلم على السيد وحقيقة أنا من أي أحد ما قبلت أخذ فعلا يعني فقط اللي جمعوها أصدقائي قلت لهم بس عندي أرض مع النقابة الصحفيين في البلديات قلت لهم أبيعها هالأيام يعني وأسدد أرجع بعدين صار تطور هسه كامله ولكن علاقتي بالتيار الصدري في بداية الاحتلال يعني أنا شخصيا كنت أحاول يعني أتابع أي جهة أو شخصية أو هيئة أو تيار ضد الاحتلال مناهضين للاحتلال وبما أن التيار الصدري كان بهذا الاتجاه فكانت تجري لقاءات من خلال فضائيات أو لقاءات أخرى مع بعض قيادات التيار وفي ذلك الوقت كانت يعني لقاءاتنا واتصالاتنا أنا والشيخ عبد الهادي الدراجي كان متحدث باسم التيار الصدري وفي وقت مبكر كان سيد مقتدى يكلف مكتبه واحد منهم يتصل بي ويسألني أمور سماحة السيد يسألك عن المسألة الفلانية كيف رأيك بيها وكيف نتصرف بيها قضايا سياسية قضايا سياسية وحتى العلاقة كانت قوية جدا بين الهيئة هيئة علماء المسلمين والتيار الصدر في تلك الفترة اللي هو صف القوى المناهضة للاحتلال واستمرت العلاقة بهالشكل الجيد في صيف 2005 قبل انتخابات 2005 أيضا خابرني المدير المكتب سيد مقتدى أو نقل لي تحيات وسلام سيد مقتدى وقال ريد رأي فلان هل ندخل في العملية السياسية أم لا ندخل وإذا دخلنا في العملية السياسية الانتخابات المقبلة هل ندخل مع هيئة علماء المسلمين أم منفردين قلت له سلم لي علي الجواب ببساطة أنه إذا دخلوا التيار سينزلق سينزلق في عملية سياسية يعني غدها أسوأ من يوم وهو الأفضل أن لا ينزلقوا بهذا المنزلق أما موضوع الدخول مع هيئة علماء المسلمين حسب معلوماتي يعني أنه الهيئة مستحيل يدخلون في الانتخابات
فكانت العلاقة بهالمستوى هذا يعني. صارت أحداث كثيرة طبعا، كان يعني نتحرك أني والشيخ عبد الهادي الدراجي، هناك حدث كاد أن يعني تكون فتنة في بغداد، وتكلفت الشيخ عبد الهادي أنه والله هو اتصل بي الحل شلون، قلت له اقترح على سيد مقتدى. كان صارت مشكلة حادة بين هيئة علماء المسلمين وبدر، منظمة بدر في 2005. نعم. وفعلا قال فلان يقول لو تصدروا تيار تهدئة وتدخلون لحل المشكلة. عندما اتهمت الهيئة بدر بالقيام بالاغتيالات بقتل 200,000 من السنة. نعم. فكان هذا حقيقة خلق جو متوتر جدا، وما تعرف يعني في أي لحظة تندلع شرارة لا سامح الله. فخابرني سيد الشيخ عبد الله الدراجي، قلت له خلي تدخل سيد مقتدى وهو مقبول من الطرفين. وفعلا صدر بيان تهدئة وطلب من الأطراف أنه يعني هدؤون الأمور، وهدأت الأمور وتشكلت لجنة. فكان أنا اللي دور بيها بهاي التحركات كلها. فكان يعني هذا له انعكاسه عند السيد مقتدى والتيار الصدري. فالمهم بعد يومين من اتصال مدير مكتب سيد مقتدى نقل لي سلامة على الاختطاف. على ذكر الاختطاف أستاذ وليد، قلت أنت يعني كانت عندك تصورات وقناعات في هذا الاختطاف. القناعة النهائية هذه الإصابة اللي اختطفتك تابعة لمن؟ حقيقة أنا حاولت أوحي يعني لا يعني إحنا بعدين من عرفنا المنطقة، يعني المنطقة بناء على ملامح معينة كانت، وشرحناها يعني بعض الشباب اللي بتنامهم في الرمادي. حقيقة الشيء بالشيء يذكر بتنا في بيت الإعلامي ماجد حميد مراسل قناة العربية، يعني الرجل متفضل، هو كان في بغداد وأرسل لنا سيارة ورحنا في بيته لأنه وصلنا المغرب. وجو شباب أيضا كانوا يبدو بعضهم كان الفصائل في ذلك الوقت. من شرحت ملامح المنطقة قالوا هذه المنطقة محمية من القوات الأمريكية، منطقة الفلانية تحميها القوات الأمريكية ولا يدخل أحد أو يخرج إلا موجودة دبابات أمريكية. فهذا كان وحدة، تحدثت في حلقة سابقة أنه كان الأمريكان شكلوا مجاميع لإثارة الفتنة الطائفية في العراق، ومن ضمن هذه المجاميع اللي تعمل على مفرقيت وعلى 160. نعم. أستاذ وليد نتوقف فاصل نكمل هذا الحديث. أعزائي المشاهدين فاصل ونعود إليكم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ونحن نستكمل الجزء الثاني والأخير من هذه الحلقة من برنامج شاهد وشواهد، وضيفي وضيفكم الأستاذ وليد الزبيدي. أستاذ وليد، كنا قبل الفاصل قد توقفنا وأنت تتكلم لي تحدثني عن يعني سؤال مقتدى الصدر والتيار الصدري عنك بعد الاختطاف، وكنت تحدثني عن تطورات هذه العلاقة بينك وبين التيار الصدري. ماذا كنت تريد أن تقول؟ نعم نعم، بعد يومين من الاتصال أيضا اتصل بي يعني الأخ من مكتب السيد مقتدى، و يعني أبلغني نقل لي تحيات سيد مقتدى، وقال يعني أنه السيد يقول الواجب أنه أروح أزور فلان في بغداد، ولكن الظرف الأمني سيء جدا ولا يسمح. وإن نتحدث إحنا بعد تفجيرات سامرة بشهر ونص تقريبا. نعم. أو شهر وشوي. كان طريق جنوب بغداد صعب جدا أيضا. نعم. فهل هناك إمكانية أنه يتفضل يزورنا في النجف ونلتقي ونشوفه، خاصة إحنا ما ملتقين سابقا. فأنا حقيقة حرصا على التواصل مع كل شخصيات المناهضة للاحتلال التي تعمل ضد الاحتلال ومشروعه، ورغم صعوبة السفر في ذلك الوقت فوافقت فورا أنه نعم حاضر أنا. بالعكس، وجرى الترتيب للزيارة وذهبنا إلى النجف. نعم. بعد يومين ذهبنا إلى النجف واستقبلنا سيد مقتدى، وكان فرح باللقاء، وقال الحقيقة أنا أول سياسي
ألتقي به بناء على طلبي أنا، البقية كلهم بناء على طلبهم. نعم. شكرته ويعني أيضا قلت له هذا مهم لأنه نريد نتحاور بأمور كثيرة، وتحدثنا عن الوضع في العراق وما يحصل وأين ذهبت تذهب الأمور، وسألني سؤال يعني تداعياته لحد الآن موجودة. سألني قال لي أستاذ وليد يعني رأيك من أفضل رئيس وزراء، الجعفري أم المالكي؟ في ذلك الوقت كان التنافس بين الجعفري والمالكي. والمالكي قالوا نحن نقرر، تيار الصدري نحن نقرر رئيس الوزراء. قال بالنسبة للسيد الجعفري لم يخرج معتقل واحد من التيار من سجون القوات الأمريكية. فأنا قلت له أعتقد السيد يعني الاثنين نفس الشيء، لأنهم ماشيين في مشروع سياسي واحد، وهم بالأخير أداة بيد احتلال أمريكي، فما راح يحصل شيء يعني تغيير إذا هذا أو هذا على الإطلاق، والعملية السياسية ماخذ البلد إلى ما هو أسوأ. طبعا هناك أمر لافت كان، هو عاتبني سيد مقتدى أو عاتب الشيخ حارث الضاري الله يرحمه من خلالي، يعرف علاقتي بالشيخ والهيئة كلهم، فقال لي حقيقة أني أريد عاتب على الشيخ حارث وهو رجل أجلة ومثل والدي، يعني هو الرجل السيد مقتدى تحدث بكل كياسة، قال ولكن أنا متصل بي عدة مرات هاتفيا، يعني يفترض أنه على الأقل مرة واحدة يخابرني. فأني تفاجأت. نعم. قلت له سيد يعني شيخ حارث لم يتصل بك على الإطلاق؟ قال على الإطلاق. قلت له طيب أنا شاهد على 3 مرات طلبك شيخ حارث. فهو تفاجأ، قال لي كيف يعني؟ قلت له قبل ذهابنا إلى مؤتمر القاهرة، نعم، في شهر 11 العام الماضي يعني عام 2005، اتصل بي الشيخ وقال لي نريد نتحاور ببعض الأمور. شفته قال نريد يعني نتكلم ويا سيد مقتدى حتى نوحد موقفنا في المؤتمر، وأنا قلت هذا ممتاز، فطلب الاتصال بسماحتك، وجاء الجواب أنه السيد بعيد ما موجود، ورا شوي طلبوك أيضا وقالوا السيد مشغول، بعدها قالوا السيد بعدين هو يتصل بالشيخ. فأنا شفت تغير حقيقة في عيون سيد مقتدى، صارت يعني كثير غضب، وسأل يما قالهم شيخ حارث يتصل بي وما تبلغوني؟ طبعا هذا الأمر يعني ما أعرف شنو تفسيره. فأنا وراها شفت شيخ حارث في عمان، كان عندنا زيارة وكان انتقل من العراق لعمان، ونقلت له هذا الكلام. قال لي بعد أن رحت يا أستاذ وليد إحنا 18 مرة طلبنا سيد مقتدى، 18 مرة ولم يبلغ سيد مقتدى، وكأنه كان يعني هناك عمل لإبعاد القوى المناهضة للاحتلال بعضها عن بعض. الأمر الآخر قلت له سماحة السيد كولن باول في وقتها كان وزير خارجي، وكوندليسا رايس كانوا يعملون بالعالم كله وفعلا يتحركون، لأنه عندهم 200-250 ألف أمريكي بالعراق والأمور في العراق سيئة. طيب الرموز الدينية في العراق لو تلتقون فقط وتظهر صورة أنه أنتم ملتقين، أعتقد هاي تخفف كثير من التوترات. حقيقة كانت مخاوف أنه الفتنة لا يعني تتسع بالعراق. فهو جاوبني جواب فاجأني يعني حقيقة، قال الآن نروح عن وياك على السيد السيستاني والسيد بشير النجفي وإسحاق الفياض
والرابع ليعقوب ليعقوبي نعم لا محمد الحكيم حكيم محمد سعيد الحكيم والروحاني لكن قنعهم وانت قنع الشيخ حارث ومن نشوفه بعد يعني بالطرف الآخر ف يعني أنا يعني مو عالمي أنا هذا يعني ف يعني شفت أنا محرج مع يعني كيف يعني هاي خطوة مو سهلة مهمة جدا بس مو سهلة نعم فقلت له تحتاج إلى دراسة ف يعني واقعا كان متحمس لكل عمل بهذا يعني وأي واحد يستشف متحمس لكل عمل ممكن أن يقلل من التوتر من الذي حصل أو يحصل أو قد يحصل بالعراق هذا بالألفين وستة وبعد التفجيرات هذا في بالضبط يعني هذا بعد يعني هذا في بداية شهر 4 2006 طيب ألم يجري الحديث بينك وبين على القتل وعمليات القتل وكان التيار الصدري هو المتهم بها بعد التفجيرات يعني بغداد كلها تتحدث عن أنه جماعة الصدر هم الذي يخطفون ويقتلون ويحرقون الجوامع كانوا هذا الموضوع صار لاحقا هو أرسل لي عتب مع دكتور جابر حبيب جابر نعم كنا في ندوة في عمان ودكتور جابر نقل لي عتب من سيد مقتدى قال لي يقول أستاذ وليد وهو صديقنا تحدث في قناة الجزيرة في برنامج على تيار الصدر قلت له شفت الحلقة قال لي لا قلت له تحدثنا أنا وكان يمثل التيار الشيخ حسن الزرقاني من بيروت كان وأنا كنت من عمان الذي تحدثت به كان هو الحديث مثل ما تفضلت عن القتل والذي حصل بعد التفجيرات قلت المطلوب من التيار الصدري والسيد مقتدى أن يدرأ الفتنة وتداعياتها لأن في بغداد الكل يتحدثون وتحديدا في الرصافة أنه بعد التفجيرات بساعات خرج بحدود 1600-1700 شخص من مدينة الصدر وحرقوا جوامع وقتلوا علماء وهذه تثير فتنة كبيرة معروف بالنص أنه مدينة الصدر مغلقة استخباريا للتيار الصدري وإذا رادوا يبحثون بسهولة يصلون إليهم إلى هؤلاء أو أغلبهم وسيد مقتدى يفترض أنه يقدم هؤلاء المحاكمة هذا يخفف كثير من التوتر قال لي يعني هو دكتور جابر هذا كلامه قلت له هذا كلام قال هذا كلام واقع بالعكس قلت له احتمال أحد نقل لي بشكل آخر ويعني انقطعت التواصل مع يعني مع التيار الصدري بعد هذا طبعا بسبب لا مو سبب شخصي ولكن يعني نحن لا نتواصل مع الأطراف في العملية السياسية دخلوا العملية السياسية التواصل الشخصي ممكن أن يكون في أي وقت ومع أي شخص في العملية السياسية ولكن تواصل سياسي أصبح في طبعا طريقين مختلفة بالتأكيد أستاذ وليد يعني ربما يعني في ظل هذه الأجواء كان يمضي العراق يعني قتل واختطاف واعتقالات مستمرة وإشاعة الطائفية والمالكي يحكم العراق 8 سنوات وإشاعة للطائفية تغول للميليشيات وتخادم أمريكي إيراني بشكل كبير لتدمير العراق وتفتيته وتحويله إلى كانتونات سنية وشيعية وكردية وعربية وهكذا كان الموضوع وكانت المحنة الأمريكية تزداد وكان أوباما قد جاء للحكم وعاد بانسحاب وجاء الانسحاب الأمريكي في نهاية عام 2011 كيف كنتوا تنتظرون إلى يعني الكل كان يدعي المالكي كان يدعي أنه هو من أخرج الأمريكان هو من وقع هو من بمفاوضات وهكذا يتبجح كذبا بمفاوضات صعبة لإخراج الأمريكان أنت يعني الباحث والمتابع لهذا الشأن من القوى التي أخرجت الأمريكان من العراق بهذا الشكل الأمريكان لم يخرجوا نهائيا لكن على الأقل الجزء الأكبر من قوتهم خرجت من العراق انسحبت وهي هزيمة كبيرة كانت لهم كانوا يخططون للبقاء 100 عام بهاي قواتهم وعديدهم وبالتالي خرجوا كيف ترى الأمور حضرتك
الحقيقة الحسنة عند الأمريكيين أنهم لا يستشيرون سياسيين، يستشيرون باحثين ومراكز بحوث في كل قضية يدخلون فيها، وهو عمل مؤسس. قرار الانسحاب اتخذ في عام 2006، ولجنة بيكر هاملتون اللي زارت العراق كما ذكرنا في تموز 2006 وزارت مناطق كثيرة بالعراق واستقصت، كانت فيها شخصيات كبيرة من ضمنهم وزير الدفاع لاحقا ورئيس المخابرات، يعني توصلت إلى نتيجة أنه لا يمكن بقاء القوات الأمريكية بالعراق. ولكن كانت هناك مشاكل كثيرة، كان هناك في العراق 47 ألف آلية أمريكية، ملايين قطع السلاح المتوسطة والثقيلة والخفيفة، أعداد كبيرة من المعسكرات. فكان هذه تحتاج إلى مراحل، ولكن المراحل سنتين، أربع سنين، ثلاث سنين. أول شيء يقللون الخسائر بالقوات الأمريكية. نعم. كيف يقللون؟ كما تحدثنا عن شاء صحوات محاصرة المقاومة وتفتيتها. الأمر الثاني هو تقليل حركة القوات. فمثلا بعد يعني بعد إنشاء الصحوات في بداية 2007 اللي هو بدأ النشاط المكثف، زادت القوات الأمريكية 36,000، زيادة العديد كان 36,000 من شباط 2007 إلى مايس 2007، وهاي كانت مخصصة لدعم نشاط الصحوات على أمل أنه يكون عام 2008 نهايته تكون القوات الأمريكية في مأمن أكثر. ولهذا حضرتك تتذكر في عام 2009 بدأت القوات الأمريكية تنسحب من المدن. نعم. في ذلك الوقت، وهو كان قرار الانسحاب فعلا متخذ ولكن التوقيتات. وكان نقاش كثير في تلك الفترة، وكنت أنا ذلك الوقت معلنة في الفضائيات أنه من عام 2006 اتخذ قرار الانسحاب، وباراك أوباما عندما كان يركز في حملته المبكرة الانتخابات على موضوع الانسحاب كان يعرف أن القرار متخذ. نعم. هذا أمر واضح، وكان بذلك يناغم العقول الأمريكية التي تطالب بالانسحاب. من إذن أرغم القوات الأمريكية على الانسحاب؟ ضربات المقاومة. نعم. هذا أمر يعني لا يمكن لكل عاقل أن يتحدث خلاف ذلك. وبالمناسبة عندما أقول مبكر، عندما تم العمل على الاتفاقية الأمنية بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة عام 2008، كان هذه الاتفاقية هي من يؤكد انسحاب القوات الأمريكية، وبهذا ما توقعت 27/11/2008. وكانت الاتفاقية قرار فردي من الولايات المتحدة، جزء كبير، دولة كبيرة وعظيمة تحدث مع رئيس وزراء هي التي جاءت به، وعبر دائرة تلفزيونية مغلقة وتم التوقيع، يعني إملاء، إملاء على العراقيين ما يريدون. هو يعني الموجودين في السلطة في بغداد لا يرفضون ولا يحرصون على الرفض. نعم. لماذا؟ لأن الاتفاقية الأمنية يعني أهدافها أنه تقول للشارع الأمريكي والرأي العام الأمريكي أنه وصلت العملية السياسية والأمنية في العراق إلى النضج. نعم. وهذا بمعنى أنه اكتمل المشروع الأمريكي، وطبعا تبين أنه مو صحيح. يعني الأخطر فيها أنه هاي الاتفاقية تحمي الأمريكان من الجرائم اللي ارتكبوها في العراق. نعم. وهذا خطر جدا، فهي في صالح الولايات المتحدة، وكانت أمريكا بحاجة ماسة لها. ولهذا يعني أذكر أنه قبل أسابيع من التوقيع على الاتفاقية، وكانت بعض الأطراف تريد أن تعارض أو تتظاهر بالمعارضة، يعني تتظاهر، فقال جورج ووش بالنص: في حال لم توقع الحكومة العراقية على هذه الاتفاقية سننسحب انسحابا مفاجئا ونتركهم لقمة سائغة بيد الأرهابيين. بهالشكل هذا. نعم. فهكذا إذن احنا المرحلة الأولى هو قرار الانسحاب اتخذ في عام 2006. عام 2007 كان
تأمين القوى المضادة للمقاومة سواء كان أجهزة أمنية أو غيرها وتشكيلات. عام 2008 هو توثيق الاتفاق، عام 2007 بدأ الانسحاب من المدن. تسعة. عام 2009. نعم. عام 2010 تم تهيئة الجو لانسحاب القوات الأمريكية، أصبح نادر أحد يشوف قوات أمريكية، وحتى الهجمات كانت فقط على المعسكرات والقواعد الأمريكية. وفي شهر 10/2011 أعلن باراك أوباما قرار الانسحاب الكامل من العراق، وفي نهاية شهر 12/2011 وصلت آخر كتيبة فجرا إلى الأراضي الكويتية منسحبة، وقالوا الآن بدأنا نشعر أننا في مأمن وبدأت حياتنا. أستاذ وليد، وأنت كباحث وفيه حسابات يعني النصر والهزيمة، الخسارة والربح، إذا بني إلى حسابات التكلفة، وأنا أسألك عن التكلفة، المقاومة العراقية كم كلفت قوات الاحتلال واللي جعلتها تنسحب بهذه الطريقة وتفكر بالانسحاب من عام 2006 مثل ما حضرتك تحدث، والعام اللي تحدث فيه بوش وقال أنا يعني في ذلك العام كنت أن أقول أننا قد خسرنا المعركة، قد خسرنا الحرب، وجاءت الصحوات وغير الصحوات والقتل والتفجيرات الطائفية، كل هذه هذا المسلسل اللي حضرتك، فبحسابات الكلفة كيف كانت يعني ما النتائج التي مجروح العميقة اللي تركتها المقاومة في هذا الجسد الذي احتل العراق ومارس معه أبشع الجرائم؟ سأتحدث عن الأرقام المعلنة، ولكن هناك معلومة ذكرها لي صديق ضابط كان في الشرطة العراقية سابقا، وهم أصدقائي أخوته، وبعدين لاحقا شغل منصب مدير عام مكافحة الإرهاب بعد الاحتلال، هو اللواء ضياء الكناني. نعم. والآن متقاعد. نلتقي نحن كأصدقاء يعني، فذكر لي قال قبل الانسحاب سلمونا الأمريكان ملفات بعض المطلوبين. نعم. فقال أعطانا ملف شخص في ديالة، ذكر اسمه نسيته، فقال لي هذا الشخص وحده كلفنا لحد الآن 81 مليون دولار. شخص واحد لاعتقاله يعني؟ لاعتقاله. نعم. واسمه لقب الزيدي بس لا أذكر اسمه. فيقول أنت فاجئت. نعم. قال لا إحنا نحسب كل عملية، هذه يعني عملية الإنزال، حتى البنزين اللي يصرف، الهمرات اللي تروح بالآن. يعني هذا كلف الأمريكان 81 ألف دولار. 81 مليون. 81 مليون دولار. 81 مليون دولار شخص واحد. لا إله إلا الله. نعم. هذا حقيقة يعني، هاي مو من عندي، هاي معلومة الأمريكان خبروا بها مدير عام مكافحة الإرهاب في الحكومة العراقية، وهو حي يرزق. فأنت إذا تأخذ إذن هاي المداهمات والعبوات اللي تضربهم إيش قد خسائرهم؟ نأتي على الخسائر. الخسائر الإدارة الأمريكية لم تعتقد بأنها ستخسر 100 مليار في العراق. نعم. ولهذا مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، بروفيسور اسمه لورنس لينزي، هذا كتب مقال في صحيفة أمريكية في شهر 10/2002، يعني قبل 5 أشهر أو 6 من الغزو الأمريكي. نعم. ذكر بهذا المقال أنه في حال دخلنا حرب مع العراق سنخسر بين 100 إلى 200 مليار دولار. في نفس اليوم قرر الرئيس بوش عزله، هذا معروف القصة مشهور، أي واحد يدخل على الانترنت. نعم. يكتب لورنس لينزي راح يشوف كم يعني مفكر بالاقتصاد، اقتصاد سياسي. نفس الشخص هذا أصدر كتاب في تموز 2008. نعم. عنوان الكتاب باللغة الإنجليزية يعني ترجمته، ما الذي رفض أن يتعلمه الرئيس، الذي رفض أن يتعلمه الرئيس أرغمه العراقيون على تعلمه.
وذكر بتفاصيل دقيقة عن الخسائر، عن التعويضات، عن كلفة رعاية المجانين اللي أعدادهم كبيرة جدا، وأعتقد صار 8 أو 9 مشافي خاصة بالمجانين ذول إصاباتهم بالرأس. وصلت حتى تموز 2008 $3,000 مليار خسائر الأمريكية، 3 تريليون. وأكو أيضا علماء أصدروا كتب في ذلك الوقت، حرب الثلاثة تريليون، حرب الثلاثة تريليون، وهي أرقام. وبمناسبة بعض الاقتصاديين أو كثير من الاقتصاديين يفسرون الانهيار، الأزمة الاقتصادية التي حصلت في أواخر 2008 أنه جزء منها هذا السر اللي كشفه لورانس لينزي، لأنه فضح الاقتصاد الأمريكي. طبعا بعد 2008 بدأت استناد لنا ما تحدثنا فيه أنه القوات الأمريكية تقلص حركتها، نعم، بدأت تقل الخسائر. ولكن حتى نهاية 2011 تقديرات أنه لا تقل عن $4,500 مليار الخسائر الأمريكية. هم يتحدثون عن 4,400 قتيل. الحقيقة الإحصاءات التقديرية استنادا إلى الهجمات تقول أنه لا يقل عن 75,000 قتيل، لا يقل عن 1/4 مليون من المصابين والمعاقين، ليس بس الإصابة. البنتاغون ذكر في تقرير إلى أنه 70% من الذين خدموا في العراق يمرون بحالات نفسية بمستويات مختلفة، يعني بين الهلع والرعب والكوابيس في الليل أو الجنون. الرئيس باراك أوباما في خطابه في أكتوبر 2011 عندما أعلن انسحاب القوات الأمريكية قال خدم في العراق 2 مليون من الأمريكيين، بمعنى عاد مهووسين أو مجانين أو مرعوبين 1,400,000 شخص. أرقام كبيرة جدا جدا، وهذه يعني حصيلة مشرفة للعراقيين والذين قاوموا الاحتلال وواجهوه، وهو الشرف لهم لأنهم استطاعوا أن يكسروا هذه الماكينة الكبيرة العملاقة. دولة متفردة في العالم واجهت، يعني مثل ما حضرتك تحدثت ومثل ما هو الواقع، كان واجهت رجال بأسلحة بسيطة وبأرض منبسطة وبلا غطاء وبلا دعم، واستطاعوا أن يفعلوا بها كل هذا. منجز كبير جدا جدا، وحق المقاومة أن تفخر به، وحقنا كعراقيين أن نفخر به. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ وليد، وقت هذه الحلقة قد انتهى، ألتقيك في حلقة أخرى إن شاء الله. الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، ألتقيكم في حركة أخرى إن شاء الله لنكمل هذا الحديث مع الأستاذ وليد الزبيدي. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.